أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص، والتي ستكون هذه المرة مع ضيفنا الأستاذ عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. مساء الخير أستاذ عبد الملك. مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ عبد الملك، كما تعلم تتسارع الأحداث السياسية هذه الفترة في اليمن بعد ركود سياسي واضح. تحدثتم كثيرا عن فرص الحلول السلمية، ولكن ربما في حديثكم الأخير مع إحدى القنوات قلتم أن فرص الحل السلمي مع الحوثيين تراجعت بعد مقتل صالح. إلى أي مدى هذا التراجع، وهل فعلا أغلق هذا الباب؟ يعني نعتقد أن ما حدث في صنعاء يكشف على أنه الحوثيين ليسوا شركاء في السلام. لا يوجد أي مؤشر يقول بأنهم صالحين لأن يكونوا شركاء في السلام، وحتى شريكهم في الانقلاب انقضوا عليه، فكيف يمكن أن يكونوا شركاء في سلام مع الحكومة؟ الحقيقة أن الحوثيين جماعة لا تمارس السياسة، وإنما تمارس القتل، والفرق بين الأمرين كثير. لم يقدموا منذ ظهور هذه الحركة الدموية وما بعدها منذ الانقلاب أي مؤشرات على أن لديهم استعداد لاتفاقات سياسية واستعداد للتنازل. هم يرون أنفسهم مشروع عقائدي له حق إلهي في الحكم، ومن ثم فإنهم بهذا المعنى ينفذون المشيئة الإلهية ولا يتحدثون عن السياسة. السياسة مختلفة أمرها، وبالتالي أنا أعتقد أن فرص السلام تراجعت، لأنه الآن هل لغياب لا يوجد شريك. نعم، لغياب صالح تراجعت هذه الفرص؟ كشف الطريقة التي تم فيها قتل شريكهم صالح نوايا واتجاهات هذه الحركة أكثر مما كان. نحن اختلفنا كثيرا مع صالح، وهو لا شك يعني مسؤول عن مجيء الحوثيين وتمكينهم من الانقلاب ومن صنعاء، ولكن هناك أمرين لابد من الإشارة إليهم. الأمر الأول، نحن لم نقبل ولن نقبل الطريقة الدموية التي تم القتل فيها حتى ولو كان خصم حقيقي لنا. الأمر الثاني أنه بكل مساوئه كان طرف سياسي. نعم، لكنه إلى آخر لحظة لم يعترف بالشرعية وطلب التفاوض مع السعودية مباشرة. لكن ده يعني هذا أمر هي من مناورات صالح المعهودة، وإنما كان يمكن أن يأتي لحظة ويتعامل ويعترف بالشرعية ويعترف بالمصيره الذي كان يطرح عليه باستمرار حتى من قبل الوسطاء الدوليين بأنه على أن يغادر المشهد السياسي، وكان سيرضخ في الأخير إلى هذا. أما بالنسبة للحوثيين فهم يرون بأنهم يواصلون ما يعتقدون أنه حق إلهي لهم في القتل وفي الاستمرار في الحكم. نعم، إذن يعني تهمة صالح التي قتل بها أنه طلب الحوار مع السعودية بعد أيام بمقتله، ظهر صماد يتحدث عن أيضا عن حوار مع السعودية. هل يمكن أن يحدث ذلك، أن تفتح صفحة حوار مرة أخرى مع الحوثيين؟ دعيني أقول أولا بأن هذه مشكلة يمنية منها. التحالف العربي بقيادة السعودية قال لدعم الشرعية اليمنية، ومن ثم القفز إلى أن المسألة مشكلة بين الانقلابيين أو بن قوسين يعتبرونها مشكلة يمنية سعودية هو تجاهل للواقع. لو افترضنا أنه لما يعتبر طلبهم تجاهل الواقع وطلب صالح مناورة، لما لم يكن أيضا طلبهم الحوار مع السعودية أيضا مناورة؟ هي مناورة لكن بشكل عام، يعني حتى طلب صالح في ما يتصل بقضية الحوار مع السعودية هو تجاهل للواقع، يعني وهو ولهذا أسميته مناورة، لأن المناورة عادة تكون القفز بعيد عن الواقع. في كل الأحوال يعني هم يتحدثون عن مشكلة وكأن القضية متصلة بالسعودية وبالتحالف، وهذا غير صحيح. ستبقى المشكلة كانت موجودة قبل التحالف كمشكلة يمنية، كل القوى السياسية اليمنية في جهة باستثناء جناح صالح الذي سهل لهم الانقلاب، والحوثيين الآن حتى بدون جناح صالح في جهة أخرى. أما التحالف العربي فقد جاء لدعم الحكومة، والمشكلة هي يمنية يمنية. إذا لديهم استعداد بالالتزام بالحوار على أساس المرجعيات مع الحكومة الشرعية وما تمثله أيضا من تحالف سياسي، سيكون هذا هو المدخل. على ذلك مضيعة للوقت، على أني أرى بأنه
الآن ما عاد يمكن أن نذهب إلى حوار بنفس السهولة التي ذهبنا إليها في جنيف وفي بييل وفي الكويت. هل من مؤشرات العزلة أيضا خروج البعثة الروسية مؤخرا وإنهاء عمل السفارة هناك؟ حول هذا الموضوع هم بعثوا سفيرهم ليكون مع بقية سفراء العالم عند الحكومة الشرعية في المقر المؤقت لوزارة الخارجية في الرياض، ولكن أبقوا القائم بالأعمال وغيره وظلوا متمسكين بهذه النقطة. بعد هذا الانقلاب الدموي نحن تشاور معنا الأصدقاء الروس، ونحن إذا تحدثنا معهم كان هناك السيد ميخائيل بدغانوف في الرياض الأسبوع الماضي والتقى مع فخامة الرئيس والتقيت معه وناقشنا هذا الموضوع، ورأوا بأنه حان الوقت لتخذوا هذا القرار. اليوم أيضا التقيت بالسيد بجانوف الذي كان ضيفا مراقبا على مؤتمر القمة الإسلامي، وأكد لي بأن هذا القرار كان خطوة بالنسبة لهم هامة، لأن هذه جماعة ليست جماعة حوار، وأن انقلابها الدموي مخيف. وقال لي بأنه الحكومة الروسية تشكر الحكومة اليمنية لمساعدتها في هذا الجانب ولوجهة نظرها في هذه المسألة، وحتى خروج البعثة من صنعاء كشف للأصدقاء الروس نوعية الفئة التي يتعاملوا معها. وبالرغم من أنهم تحدثوا مع الانقلابيين حول مسألة خروج البعثة، فإن خروجها كان عسيرا جدا، وفي الطريق من السفارة التي تم إغلاقها إلى المطار كان هناك عشرات الحواجز أوقفت أفراد البعثة، وتأجلت موعد إقلاع الرحلة 4 مرات تقريبا، جدد الموعد من قبل التحالف، مما يكشف على نوعية هذه الفئة. هذه تتعامل مع دولة عظمى في مجلس الأمن هي روسيا، وكانت محتفظة ببعثة الوقت، ولكن كل طرف يقول أنه لا يوجد لديه معلومات. نحن أمام عصابة بعدة رؤوس ولسنا أمام طرف سياسي يصلح أن يكون شريك لنا أو للمجتمع الدولي في السلام. طيب أستاذ عبد الملك، يعني الكثير من الناس تحدثوا عن خروج البعثة الروسية وهناك الكثير من الإشاعات، هل يعني قمت بطمأنة أن يعني هناك من يتحدث أن هناك سيتم إبادة صنعاء، التحالف اتخذ هذه الخطوة، يعني خروج البعثة الروسية دليل على أن هناك خطوة لربما موقف عسكري جاد هذه المرة؟ ما كان ولم يكن لدى الحكومة اليمنية ولا التحالف قرار بإبادة صنعاء. صنعاء عاصمة اليمن، ونحن نقول أننا يجب أن نستعيدها من قبضة الميليشيا، لا لنقوم بعملية إبادتها. صنعاء أهلنا وعاصمتنا والمكان الذي نريد أن نحرره من قبضة الميليشيات ونعيد له الأمن والأمان. ولهذا حتى الحكومة اليمنية، وقد أعلن فخامة الرئيس هذا وتحدثنا عنه أكثر من مرة، أن خططنا حتى الآن هي حصار الانقلابيين في صنعاء وليس ضرب المدينة. فخامة الرئيس قال، ونحن أيضا كررنا، نحن لن نكون مثل الانقلابيين الذين يقصفون ويدمرون تعز وقتلوا الأطفال ودمروا المعمار وحولوها إلى مدينة منهكة بالدمار والقتل والمدينة أشباح. نحن سلطة شرعية ترى بأن صنعاء هي جوهرة يمنية يجب الحفاظ عليها. أنا أطمئن الناس باتجاهين، أطمئنها بأننا سنذهب إلى التحرير، ويطمئنها بأن ذلك سيكون بأقل قدر من الخسائر. نعم، الذهاب إلى التحرير. أستاذ عبد الملك، تحدثتم أن صنعاء ستكون أول عاصمة يمنية ستحرر من قبضة إيران. تحدث فخامة الرئيس ربما قبل مقتل صالح وبعد مقتل صالح بضرورة التكاثف مع الانتفاضة الحاصلة لتحرير صنعاء ووجه بذلك، وتحدثتم أيضا أنتم، يعني الناس ربما ترقبوا بعد مقتل صالح وأيضا أثناء ما حدث بين شريكي الانقلاب بأن سيكون هناك خطوة جادة للشرعية، ولكن للأسف هناك حديث وهناك لا شيء على الواقع. في حقيقة الأمر يعني لا يجب النظر للمسألة بهذه الطريقة، يعني لن يتم الأمر بين عشية وضحاها وبدون خطط مدروسة وبدون، يعني 3 سنوات لم تستطيع أن تضعوا خطط. لا، في كل مرحلة هناك فوارق. بالنهاية
كان صالح سند للحوثي بتجربة حكم 33 سنة بشبكة علاقات اجتماعية وقبلية، وبالتالي كان هذا يخلق صعوبة في المحيط. الآن هناك فرصة أكبر لتحقيق نتائج في هذا الجانب، والحكومة الشرعية والتحالف يقوم الآن بتواصلات واسعة لحشد موقف موحد في مواجهة الانقلابيين لأوسع نطاق. يجب عزل الحوثيين اجتماعيا وغيرها ليصبح التحرير بأقل كلفة. بالتأكيد المواطن الذي يعاني لديه اليوم طويل، ولا أقول أننا في الحكومة لدينا الأيام بدون حساب، ولكن أعتقد أننا علينا أن نوازن بين متطلبات المواطن الذي يرغب بالتحرير بأي ثمن بأي طريقة، وبين متطلبات الحكومة التي لديها حسابات معينة قد تقتضي أن لا تكون المسألة هو تلبية لرغبات المواطن فقط. أستاذ عبد الملك، الحديث عن يعني تحرير صنعاء بأقل تكلفة كما تحدثت، لكن هناك العديد من المدنيين سقطوا جراء ضربات التحالف. الكثير من الناس يتحدثون أن التحالف لا يقتل إلا المدنيين، لم نسمع بقيادي واحد تم قتله. ربما في بداية العاصفة كان هناك أهداف عسكرية تم ضربها وتم إبادتها، ولكن الآن الذي يحدث غالبا ما تكون أهداف مدنية. ما هو تفسيركم؟ لا، يعني لا شك أنه الحرب، أي حرب حتى ولو كانت مقدسة، لها ضحايا وليست جيدة. الحرب لم يكن خيارنا، ولو كنا نستطيع أن نستعيد بلادنا ونستعيد الدولة ونحررها بدون حرب لكن ذلك هو الخيار الأمثل. لكن عندما تأتي الحرب تكون هناك أخطاء، وهناك أخطاء في هذه الحرب لا شك. يعني نحن والتحالف أيضا نعترف بها ونقوم بالوفاء بالمعايير الدولية، التحقيق في كثير كل الوقائع التي ذكرت، التحقيق، الاعتراف والتعويض قبل الضرر. وهناك لجنة في التحالف تقوم بهذا الموضوع بالإضافة للجنة الوطنية، وكلها تحدد ما هي الأخطاء. ولكن دعيني أقول بأن ربما زيادة ما يمكن اعتباره أخطاء تعود لطبيعة المعركة مع الحوثيين. الحوثيين لا يلتزموا بأي معايير دولية في مسألة الخلط بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. هم يستخدمون المدارس، هم يستخدمون الجوامع، هم يستخدمون المنشآت المدنية جميعا، يستخدمون حتى دور الأيتام والمعاقين. ولكن أيضا في المواثيق الدولية لا يجوز ضربها حتى وإن استخدمت من قبل الطرف الآخر، ولكن عندما تحول لهدف عسكري ويثبت بأنها هدف عسكري. هم يستخدمون هذه كأهداف عسكرية ومخازن للأسلحة، وهذا الأمر لدينا كل الأدلة التي قدمناها لكل المجتمع الدولي حول استخدام حتى مراكز المعوقين كأهداف عسكرية وكمناطق عسكرية ومخازن الأسلحة. العسكري الحوثيين عندما تواجهوا مع صالح استخدموا مثلا الدبابات والأسلحة الثقيلة في حي سكني مربع ضيق جدا. هذا هو نوع الطرف الذي نواجهه. نعم، يعني في نهاية الأمر هي ميليشيا، يعني نعم لا نتوقع منها. هي ميليشيا، ولهذا الفرق أن التحالف والدولة تحاول أن قدر ما تستطيع أن تجنب المدنيين المشكلة، وأيضا إذا حدث أي خطأ في هذا الجانب كما قلت تقوم بالمعايير الدولية بالتحقيق والاعتراف وقبل الضرر. نعم. إذن معالي الوزير، يعني جولات بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني وعدد كبير من المسؤولين الغربيين في المنطقة يتجاهلوا الحكومة الشرعية، ويتم التفاوض أو الحديث عن اليمن أو ملف اليمن مع جهات ربما ليست معنية بالدرجة الأولى عن اليمن. لما يعني ألا يثير ذلك حفيظتكم؟ ماذا تقصد الرباعية مثلا؟ الرباعية، أيضا الجولة، لقاءه بإيران، لقاءه بالسعودية، لقاءه بالإمارات، كل هذه اللقاءات لم يعني وزير الخارجية بالذات البريطاني، يعني أنا أتحدث عن يعني لم يعني يقوم بأي لقاء مع الحكومة الشرعية.
طبعا ظروف زيارة وزير الخارجية البريطاني وجذب الأعمال يقوم بها هو، ولكن لا تنسي بأنه لقاءات كثيرة حصلت مع البريطانيين، ومع يعني كان لدينا وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني السيدة ليستر بيرت قبل فترة قصيرة. كثير من اللقاءات والتواصلات تتم مع الحكومة البريطانية ومع الحكومة الأمريكية، كلها يتم مناقشة في هذا القضايا. أما فيما يتصل بقضية الرباعية فأمرها مختلف. نحن لدينا قرار بعدم الانخراط في الرباعية. نحن قرارنا واضح، كل نقاش فيما يتصل بمبادرة السلام مع الحكومة اليمنية يجب أن يكون عبر الأمم المتحدة مباشرة وليس عبر أي أشكال أخرى. من حق حلفائنا في التحالف ومن حق أيضا أصدقائنا البريطانيين الأمريكان أن يلتقوا فيما بينهم ويناقشوا هذا الموضوع، هذا أمر يخصهم. لكن نحن دعينا في البداية عندما كان وزير الخارجية كيري للانخراط في الرباعية، ولكن كان قرارنا واضح أننا لن يعني ننخرط في هذا الأمر. قرارنا هو التعامل في إطار الأمم المتحدة باعتبار الإطار الوحيد بالنسبة لنا لمفاوضات السلام، وأي أمور أخرى هي مساعدة إن جاءنا منها شيء إيجابي تعاملنا معه بإيجابية وقبلنا، وإن لم يأتينا شيء إيجابي رفضنا كما رفضنا خطة كيري بوضوح. لكن إذا كنا جزء من هذا الأمر فنحن سنسمح بانسحاب الموضوع في إطار آخر خارج الأمم المتحدة وفي إطار محدود لا يمثل كل منظومة مجلس الأمن الدولي ودول الدائمة العضوية وغير الدائمة. إذن هل قيمتم لنا علاقتكم مع دول التحالف؟ هناك من يقول أن هناك إصرار من قبل التحالف على التعامل بلا ندية، يعني وإنما بطرف كطرف تابع للتحالف. لا أعتقد أن هذا الأمر غير مقبول. دعيني أقول بأنه من الطبيعي في عملية ضخمة مثل هذه أن يكون هناك تباينات وأخطاء، وهذا أمر طبيعي. هذه عمليات ضخمة فيها الكثير من التفاصيل اليومية، ولكن علينا أن لا ننظر، يعني ينظر بعض الناس وبعض الناشطين وبعض ينظر للأمر بالتفصيل اليومي ويتعامل معه. نحن نتعامل مع المشكلات اليومية ولكن ننظر بالإجمالي لهذا الدور النبيل والكبير. هذا الدور جاء في إطار دعم الشرعية وسيبقى كذلك بغض النظر عن أي تباينات. نعم، التفاصيل اليومية لم تشكل يعني بتراكمها صورة كاملة في نهاية الأمر؟ لا تشكل صورة مجزأة إن لم تنظر لها في الإطار الذي هي موضوعة فيه. هذا الإطار أن هناك دور إنقاذي نبيل قدم من قبل التحالف لصالح الشعب اليمني، مع الفارق في الزمان وفي المكان وفي الأطراف. لكن عندما قدمت مصر دعمها للثورة اليمنية 26 سبتمبر ضد الأئمة القدامى، اعتبرنا الأئمة الجدد هم الطرف الذي تواجه الحكومة الآن، كان في التفاصيل اليومية يتم الحديث تقريبا عن نفس ما يتم الحديث عن الآن، حتى عن استعمار مصري، عن كل عن أخطاء، عن تدخل في الشؤون الداخلية، عن عدم احترام السيادة، نفس ما كان يتحدث عنه الآن. لكن ذهبت كل هذا وبقي الدور النبيل لمصر الذي شكل عامل إنقاذي. كل اليمنيين إلى الآن يجمعون على أنه كان أحد أنبل الأدوار العربية. وتخيلي أن اليمن قد واجهت الأئمة الجدد مرة أخرى أنها كانت بدون سند من التحالف العربي. تخيل أن الحوثيين كانوا يمتلكون طيران مثلا الآن، كانت كل من سيعارضهم سيقصفوا بالطيران مثل ما قصفوا بالدبابات والأسلحة الثقيلة. يجب النظر للجانب النبيل، ويجب أن يبقى الحوار في القضايا التي في حولها تباين وخلاف. هذه طبيعة الأشياء. أتفق معك أنه لابد أن تكون هناك تباينات، خاصة يعني بوجود دولتين كبيرتين كالإمارات والسعودية، ولكن أن تصل هذه التباينات إلى اختلاف أجندات تماما، هذا يعني ربما يعني ليس حديثي وليس حديث ناشطين، هذا ما يحدث في أرض الواقع. يعني الحكومة الشرعية في عدن لا دور لها فعليا، يعني وربما ما حدث مؤخرا مع رئيس الوزراء في عدن منعه من إقامة الاحتفال ب 30 من نوفمبر خير دليل، وهناك العديد من الأدلة، يعني ربما لا تحتاج أن أسرد هذا. لا دعيني أولا نقول أن لدينا نحن مشكلات حتى في المناطق المحررة، كثير منها قديمة.
مثل مشكلة الحراك قبل أن يأتي التحالف العربي وقبل أن يأتي الانقلاب الحوثي، وهذه المشكلات كانت تترك أثر. طبعا بعد الانقلاب وبعد ما حدث من تدمير لأجهزة الدولة وغيره، هذه المشكلة ظهرت بصورة أكبر من خلال بعض أجنحة الحراك التي كانت بعضها قرية جاهزة لأن تكون مسلحة حتى بالتحالف مع إيران حتى قبل، وبالتالي جزء من المشكلة يمنية. لكن هذا التجاهل معالي الوزير يعني ربما يعطي صورة بضعف الشرعية. كثير من الأخطاء تحدث، مثلا أعيد 3 باصات من مجمل 5 باصات متجهة إلى عدن لأنهم شماليين. من هو المتحكم في هذه المسألة؟ وهل هذه مسؤولة عنها التحالف العربي أو نحن؟ نحن نعلم أن المسؤول عنها هو الحراك الذي هو تحت إدارة الإمارة. هذا الأمر يعني مسؤول عنها مشكلات يمنية نحتاج إلى أن نحن نعالجها بالصبر والهدوء. الحكومة اليمنية لا تريد أن تفجر الأوضاع في عدن، الحكومة اليمنية تريد أن تطبع الأوضاع في عدن وتتعامل يعني بالصبر والهدوء. عادة عندما تكون هناك حروب مثل هذه تنشأ على هامش الحروب جماعات وميليشيات في كل الحروب التي حدثت، وتمتلك نوع من فائض القوة التي نتجت ربما حتى عن دور في مواجهة الطرف الآخر، ويحتاج إلى أن نصل إلى تطبيع الأوضاع إلى قدر كبير من الجهد. أنا أقول لك ونتحدث عن هذا، ووجدت هجوم واسع من الحراكيين، قلت أن هناك أطراف لا تريد، وأنا أكررها مرة أخرى لأن هناك من راح قرأ كلامي بشكل مختلف، لا تريد أن يتم تطبيع الأوضاع في عدن، أطراف انفصالية لا تريد تطبيع الأوضاع في عدن وتعيق الحكومة اليمنية من تطبيع هذه الأوضاع، اعتقادا منها أن تطبيع الأوضاع سيؤدي إلى استقرار الدولة والوحدة، وأن الخراب ربما يتيح فرصة للانقلاب، وهو تصور شديد السذاجة وشديد الخطأ. وهذا الأمر لا زال قائم في إطار موضوع يمن يمني، لكن الحكومة اليمنية لديها أمرين: هي متمسكة بمخرجات الحوار الوطني لدولة اتحادية مصداقة لمحل القضية الجنوبية وفقا لمخرجات الحوار الوطني ووثيقة حل القضية الجنوبية، وأيضا متمسكة بمعالجة آثار الحرب من خلال التعامل بالصبر الكافي والهدوء لانتزاع الحجة من أطراف تريد أن تفجر الأوضاع. ولكن ما يحدث فعلا أن هناك تجاوزات ربما خرجت عن أجندة التحالف التي أتى من أجلها لإعادة الشرعية، ويعني ربما السيطرة على الموانئ، البنك المركزي، ما يحدث في سقطرة من ملفات عديدة ربما تنشئ آلاف الأسئلة عن الدور الإماراتي في عدن. يعني أنا لا أريد أن تكون الحلقة والبرنامج لمحاولة الحديث عن أو انتزاع قضايا حول الجانب الدور الإماراتي. الإمارات جاءت في إطار التحالف العربي، وهي قدمت مساعدات كثيرة لليمن وتضحيات، هناك تباينات تظهر بين فترة أخرى، وكما قلت أن هذا طبيعي في إطار عملية ضخمة بهذا الحجم وتضحيات مقدمة. ولكن الفرق بين أننا نتحدث عن التباينات في إطار عمل إعلامي هدف تصوير الأمر بأنه بين خصوم، وبين نتحدث عن التباينات بين حلفاء. نعم، بين يجب ليست أن يكون أهداف إعلامية، ربما نحن نتحدث عن واقع. ربما يكون الحوار بين الحلفاء يتم مباشرة، ولدينا حوار مع الأشقاء في الإمارات في حول بعض، ومع التحالف بشكل عام حول بعض القضايا، كما لدينا لجان مشتركة لمعالجة قضايا كثيرة يتم فيها ظهور التباين، والهدف هو تطمين الجميع. ولكن جميع الأطراف، لأن هناك أيضا وجود لهم على الأرض، لكن هذا الوجود محكوم بالشرعية. المحصلة النهائية هم جاءوا في إطار الشرعية، وسيبقى الأمر في إطار الشرعية. نعم، وهذا الذي أطمئن فيه الجميع، لن يخرج الأمر عن هذا. نعم، إذن لما لم تعد الشرعية كاملة إلى عدن؟ يعني ربما وجود رئيس الوزراء نعلم بوجوده، ولكن هناك من يقول أنه يعني في إطار قصر المعاشق لا أكثر. يعني كما قلت أنه لا يجب الانخراط في ترويج هذه الأمر بأن الحكومة في المعاشيق وبأنها لا تقوم بدور. الحكومة تبذل جهد كبير في تطبيع الأوضاع
رئيس الوزراء بشكل دائم، والوزراء لديهم أنشطة في مختلف المجالات، في عدم، في مجالات الكهرباء، في مجالات الطرقات، المدارس وغيرها. وهذا النشاط معلن وغيره، ولكن حقيقة هناك حديث إعلامي يجري تداوله حتى من بعض مؤيدي الشرعية، ولا لا يدرك الوضع الأمني في عدد الذي لا زال في حقيقة الأمر صعب، وصعوبته الدمار الذي حدث في أجهزة الأمن وانتشار حتى الجماعات الإرهابية لفترة من فترات، وفي نفس الوقت كما قلت إعاقة تطبيع الأوضاع، وقد أشرت بوضوح من يتحمل المسؤولية في هذا الجانب بما فيها الأوضاع الأمنية، ربما يعطل إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ولكن في نفس الوقت الحديث عن أنه هذا في المعاشيق وغيره، أنا في تقديري لا يخدم إلا الانقلابيين. لكن هناك من يتحدث على أن صنعاء الأوضاع فيها آمنة وأن عدن الأوضاع فيها ربما نحن لا نتحدث عن هذا الأمر معالي الوزير، ولكن هذه الصورة النمطية نقلت للعالم بهذا الشكل، عدن غير آمنة بعد، صنعاء أكثر أمانا، وربما زيارات مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كانت خير رسالة للعالم. سأقول لك ما هو الفارق. نعم. الفارق أن عدن دمرت فيها كل أجهزة الدولة بما فيها أقسام الشرطة ومقرات الوزارات، ولكن يعني ربما حررت لها عامين تقريبا منذ التحرير، بينما صنعاء لم تدمر هذه الأجهزة. هذا هو الفارق. يعني نحن عندما عادت الحكومة إلى عدن بدأنا من الصفر، لم يكن لدينا حتى قسم شرطة ولا سيارة شرطة ولا مبنى الوزارات البناء، لا يوجد لدينا إمكانيات لنقوم بالإنجاز سريعا. طيب هذه الإمكانيات القليلة، وتم الحديث كثيرا معالي الوزير عن ميزانية الدولة اللا موجودة، وأنها بدأتم فعلا من الصفر، ربما كان لنا حديث سابق مع يعني أعضاء في الحكومة وتحدثوا فعليا أن ميزانية الحكومة أثناء عودتها إلى عدن كانت صفر تماما، أين هو دور التحالف في هذه النقطة بالذات؟ يعني أنا في تقديري أنه يعني لا يجب أنه نضغط على التحالف، ونحن نتحاور معهم في هذا الجانب، ولكن نضغط عليهم وقد قدموا الدم، أن عليهم أن يقدموا في هذه المرحلة المال. يعني في نهاية الأمر يعني معروف دعم دول الخليج لليمن منذ يعني نعم. القدم يعني ليس خاصة ماديا يعني. بالمناسبة نحن لدينا التزامات واضحة من دول الخليج، في المقدمة المملكة العربية السعودية، أنه عندما تبدأ مرحلة إعادة الإعمار بنهاية هذه الحرب سوف يكون لهم الإسهام الأساسي فيما يتصل بقضية الدعم المادي. ولكن نحن نتحدث عن مرحلة انتقالية بين استمرار الحرب وبين إعادة الإعمار، ومع تطبيع نسبي في المناطق التي فيها استقرار. الآن الحكومة اليمنية يعني شيئا فشيئا وضعها يتحسن، إن شاء الله العام القادم الذي قرب في 2018 سيكون لدينا لأول مرة ميزانية نستطيع فيها أن نحدد فيها الموارد والمصروفات، وهذا الأمر لم يكن قائم من قبل. نحن مرينا أيضا بفترة، لأنه عندما نتحدث عن الزمن مرينا لفترة من فترات كان كل الموارد الدولة عند الانقلابيين، مع الأسف هذا ما سمي بالهدنة الاقتصادية الذي أدت إلى أن تذهب كل الموارد. بين الفترة من نقل البنك المركزي وإنهاء هذه الهدنة الاقتصادية، وهي فترة عام تقريبا، واجهتنا صعوبات كثيرة في نقل البنك المركزي، لم يكن الأمر بالسهولة التي يتصوره. ولا أغفل بأنه لدينا في الحكومة قصور وأخطاء، يعني نحن لسنا أيضا الوضع المثالي، ولكن ربما ما يغفر بأنه الكثير من الجهد يبذل من ناحية، وأيضا بالقل الموارد، ولكن لدينا أخطاء. طالما هناك الكثير من الجهد يبذل معالي الوزير، ولكن لما لا يرى؟ يعني الناس غير راضين عن أداء الحكومة، الحكومة توصف بأنها أضعف حكومة ربما مرت على اليمن، لا أداء يعني مقنع بالنسبة لليمني لا في الداخل ولا في الخارج، رغم أنك تتحدث عن جهود تبذل هنا وهناك ولكن لا يلمسها المواطن البسيط، فلماذا؟ سيدتي أنت لو كنت لمستي ما هو الوضع عندما تسلمت الحكومة، يعني والوضع في الواقع، أنت تأتي بوزير وتقول له تعال اعمل، لا يوجد له مبنى الوزارة، لا يوجد موظفين، لا يوجد ميزانية، لا يوجد شيء، ومع ذلك بدأت الأوضاع تستقر،
الآن كثير من الوزارات بدأت تمتلك مبالغ، وفي مكان أيضا غير العاصمة التي كانت، وفي مدينة مدمرة مثل عدن دمرها الانقلاب. لدينا كثير من التفاصيل تدل على أنه جهد كبير يبذل، وأنه في نتائج كثيرة تتحقق، ربما يعني بعضها غير ملموسة لأننا ننتقل من الصفر إلى ما فوق قليلا، ولم نصل إلى المرحلة التي يمكن أن نقول أن النتائج ملموسة قد وجدت. وكما قلت أن لدينا أيضا قصور ولدينا عيوب كحكومة، ولكن كيف نستطيع أن نتجاوزها بالمزيد من العمل؟ الآن كما قلت سيكون لدينا ميزانية، هذا سيحل جزء من الإشكالية. هذا في خطة الحكومة هذا العام، وتقريبا قد وضعت البنية الأساسية لهذا، معظم الوزارات ستكون قد بنيت بشكل كامل. أيضا كوادر كثير من الوزارات تم استقطابها الآن. الحكومة كانت بدون موارد، لكن الآن الوضع مستقر. في لدينا لو أخذنا فقط موضوع الكهرباء، استنزف معظم إيرادات الحكومة الكهرباء في عدن والمناطق المحررة. لكن أيضا التحالف الذي أشرت إلى أنه أين دوره في اللقاء الأخير لفخامة الرئيس مع الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية، تم الاتفاق على مجموعة من القضايا ستلمس مع بداية هذا العام. سيكون لدينا مشتقات نفطية لكل المناطق المحررة لمدة عام تسير الكهرباء، لأن هي التي كانت تستنزف كل الموارد. وبالمناسبة هذه مشكلة قديمة حتى قبل طريقة التعامل مع موضوع الكهرباء، يحتاج تفكير جذري في هذا الجانب. وسيكون لدينا خطة لإعمار وللنهوض ببعض المؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية قبل إعادة ورشة الإعمال الشاملة بعد التحرير، وهذا الأمر سيغير الواقع بشكل كبير. حتى أنا أعتقد أن أداء الحكومة حتى طمأن التحالف وطمأن المؤسسات الدولية التي الآن بدأت تتعاطى معنا بشكل مختلف. كان لدينا مبلغ بسيط هو ما تبقى من احتياط اليمن في البنك الفيدرالي الأمريكي، كان محتجز. كانت المساعدات المقدمة من البنك الآن أطلق، كانت المساعدات هذا ثقة بالحكومة اليمنية. كان لدينا مساعدات ويعني قروض وإعانات من البنك الدولي ومن صندوق النقد، كلها كانت واقفة على مدى أكثر من عامين ونصف. هذا الانقلاب أوصلنا إلى الصفر، نحن الآن نرتفع كثيرا فوق الصفر اللي كان موجود. الناس طبعا يتمنون أن نحقق هذا الأمر بين عشية وضحاها، ولكن علينا أن ندرك بأنه ما قبل الانقلاب كانت الأوضاع في اليمن سيئة. يتحدث معنا بعض الدول حول مسألة الأوضاع الإنسانية وغيرها، نقول لهم لا تنسوا أن تقارير الأممية كانت تقول أنه أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر قبل ثورة 2011. لا تنسوا أن يقول التقارير الأممية كانت تقول أن اليمن تتجه لأن تكون دولة فاشلة في آخر عهد صالح. فإذا أضيف لهذا انقلاب وحرب، ندرك الوضع الذي وصلنا إليه، ونحن الآن ننهض من وسط هذا الوضع. وأعتقد بأنه اكتسبنا ثقة كثير من المؤسسات الدولية التي لديها تقييم وتقول بأن الحكومة تسير باتجاه إيجابي. نعم، إذن بكل هذه الخطوات، بكسب ثقة العديد من المنظمات والعديد من الجهات الدولية، وأيضا بوجود موازنة للحكومة في مطلع 2018، هل يمكن القول بأن الرئاسة والحكومة ستعود إلى عدن بعد كل هذا؟ أولا الحكومة هي موجودة في عدن، ليست كاملة. ما المقصود ليست كاملة؟ يعني ليست الحكومة مكتملة، هناك عدد من الوزراء وليسوا بإقامة دائمة حتى. هي يعني طبعا تعتمد على مسألة كما قلت مجموعة من العوامل. مثلا أنا غير موجود في عدن لأن وزارة الخارجية، آخر مرة ذهبت إلى عدن لأن وزارة الخارجية تتعامل مع الخارج. لدي مشكلتين، المشكلة الأولى كيف نطبع الأوضاع بحيث نعيد السفارات إلى عدن، لأنه غير معقول أن يكون وزير الخارجية مثلا موجود في عدن والسفارات في الرياض. لابد أن نعيد السفارات إلى عدن، وهذا إحنا نبذل جهد في هذا الجانب، وكثير من البلدان أبدوا الاستعداد، ولكن هذه الأعمال الإرهابية وغيرها تؤدي إلى أن يتم تأجيل هذه الخطوة. المشكلة الثانية، المشكلة الثانية
هي الطيران، نحن نريد أن يصبح الطيران أكثر انتظاما إلى عدل، يصبح مسألة التواصل مع الخارج قادر أن يكون بشكل أسرع، نعم، لأن لدينا لما لا يفعل الطيران ويسمح لبقية هنا الخطوط الجوية هناك اتجاه الآن نعم. لهذا الجانب، وأعتقد أن العام القادم ربما نشهد بعض الطيران. لدينا الآن نقاش مع الأشقاء في جيبوتي الذين أبدوا استعداد الآن التحرير أو عفوا لتسيير رحلتين أسبوعيا جوية، يخفف على اليمنية اليمنيين الذين يذهبون عبر البحر. وعلى طيران اليمنية، يعني في نهاية الأمر يعني نعم هو نعم يذهب بطائرة ونصف كما يتم نعم ويعني أنا أعتقد العام القادم سيكون في خطوات في هذا الجانب. نعم، يعني هل هناك الموانع فقط هي من الدول أم أيضا أن التحالف والحصار الحاصل يعني له دور في هذه المسألة؟ يعني خاصة هناك من يتحدث أنه في السابق كان يتم تفتيش الرحلات في مطار بيشة ومشت الأمور يعني بسلاسة، خاصة إذا ما تم يعني فعليا الاطمئنان بأن من في هذه الطائرة من المدنيين والعالقين. يعني تعلم مدى صعوبة ما واجهه اليمنيون خلال الفترة الماضية. طبعا احنا لازلنا في حالة حرب، والحرب استخدم فيه الأجواء واستخدم فيه الصواريخ. حتى اليمنية يعني الآن الناس يتحدثوا كأن الأوضاع طبيعية، حتى اليمنية عندما تقلع هناك نافذة وقت تعطى تقتضي أن يكون الطيران غير موجود العسكري، أن تقتضي لكي تستطيع أن تنتقل الرحلات المدنية بأمان. ولو فتح الوقت في أي وقت هذا الأمر كأن الحرب انتهت، هذا غير ممكن، ويجب النظر إليه. يعني لدينا أجواءنا في حالة حرب، وأيضا أرضنا في حالة حرب، وبالتالي الحديث ليس عن أمر في ظرف طبيعي. اثنين، أن الحقيقة التحكم بالمنافذ بما فيها الطيران والمطارات هو أمر ضروري، وهو أمر سيادي، وهو أمر أمني، وأمر عسكري. نحن فيما يتصل بقضية مطار صنعاء كنا حريصين في الحكومة اليمنية على التخفيف في موضوع مطار صنعاء، لكن الإنقلابيين رفضوا. نحن قدمنا اقتراحين، قلنا لتشرف الأمم المتحدة على المطار، لأن التفتيش لا يكفي، فتح الأجواء وفتح المطار في ظروف طبيعية يحصل فيه اختراق. حتى قيادات انقلابية ممكن حتى رغبة التفتيش فيه شيء تروح بجواز مختلف، ويعني لا ندخل في تفصيل في هذا الجانب، ولكن قلنا لتشرف الأمم المتحدة على هذا. غير مقبول أن تكون تتحكم في منافذ البلد ميليشيا. قالوا بأن هذه المسألة، وهذا الأمر حتى طرحنا في الكويت، والعالم قال لنا افتحوا المطار في الغوا التفتيش، قالوا غير، يعني هذه مسألة سيادية يتحدثون عن السيادة ليكن. قلنا في لدينا بديل آخر، تخرج الميليشيا من المطار، يبقوا موظفي الدولة الذين القدامى كانوا قبل الانقلاب وبرقابة الأمم المتحدة. رفضوا. أما فكرة أن يفتح المطار يعني وتديره ميليشيا وتتحكم به، فهذا الأمر خطير وغير مقبول نعم في حالة ربما حرب. هذه لديكم حساباتكم في هذه نعم النقطة، غير ولكن يعني حالة. الحديث عن مطار عدن، مطار سيئون، مطار يعني التي يمكن يعني أن تستغل. طبعا الآن كما قلت يعني نحن يعني هذا الصدد يعني يمكن أن يتوسع الوقت الذي يعطى للطيران، لكن كما أذكر مرة أخرى أن هناك حرب، والحرب هذه فيها جو وفيها صواريخ وفيها طيران، وبالتالي الوقت غير مفتوح أنه ممكن تسير رحلات في أي وقت، لأنه متطلبات السلامة والأمن تقتضي ذلك. بالإضافة لأنه يعني ليست الكثير من شركات الطيران لديها استعداد أن تخاطر. تخاطر. نعم.